التقليدية يسجل الهدف الأول، ينطلق كسام ويضع الكرة الأولى في مرمى الحارس محمد أمسيف. هدف للصفر منذ دقيقة 9، المنتخب الوطني يتلقى الهدف الأول، مطالب بردة فعل، مطالب بأن يعود في المواجهة لكي يحد من خطورة. منذ البداية قلت أن عندهم لاعبين ممتازين جدا في خط الهجوم، قوتهم في سرعة لاعبين. هنا أربعة لاعبين مع لاعب واحد، صورة مستفزة للغاية، صورة مستفزة للغاية. شاف الكرة وسددها على راحته في مرمى الحارس محمد أمسيف. خليوها صورة في ذاكرة حزينة للمنتخب الوطني المغربي، وننتظر ردة الفعل، ننتظر الشخصية التي غابت منذ مدة طويلة.